أسعد الله مساكم متابعينا الأحبة وحياكم الله وين ما كنتوا تتابعوا فقرة زوار المهرجان. هذه الفقرة اللي عودناكم نزور مختلف زوايا مهرجان صلالة السياحي تحديدا بمركز البلدية الترفيهي. نسأل بعض الأسئلة ونشوف الإجابات حول هذه الأسئلة. خليكم تابعين ويا هلا فيكم. اسمك انت يا حلوة؟ ريماس. وانت ايش اسمك؟ درار. درار. وانت؟ ريناس. ريناس. يعطيكم العافية. أنا بسألك اليوم سؤال، يعني قبل ما أسألك بعطيك معلومة، زرتي جزر الحلانيات؟ لا. أكيد سمعتي عنها؟ تقريبا. تقريبا ولا سمعتي عنها؟ لا سمعت عنها يعني كثير. أيوة. جميل. نشوف السؤال وأنا بحاول إني أساعدكم، أسأل البنات يساعدوكم. طيب سؤالنا يقول، ما هو عدد الجزر التي تحويها جزر الحلانيات؟ ما هو عدد الجزر التي تحويها جزر الحلانيات؟ هل 4 جزر أم 5 جزر أم 6 جزر؟ 4. إيش رأيك؟ 4. ما أعرف. ليش ما تزيدي شوي؟ 6 5 6 6. 5. هي تقول 5 جزر. ما جبتي المعلومة هذه؟ ما أعرف. إيش رأيك أنت؟ يعني خمنت هي. التخمين. الإجابة الصحيحة هي عبارة عن 5 جزر: جزيرة السودة وجزيرة الحسكية وجزيرة القبلية وجزيرة الحلانية وجزيرة شنيس. هي الجزر التي تحتويها جزر الحلانيات التي تقع في ولاية شليم وجزر الحلانيات. ألف ألف مبارك، فزتوا معنا بجائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 50 ريال عماني. ألف ألف مبارك. مشكورين مشكورين، جزاكم الله خير. صار لكم فترة في صلالة؟ أيوة، ندرس هني. الله، درسوا هني، يعني لفيتوا على معظم المواقع السياحية. لازم لازم. عندكم معلومات أكيد؟ أكيد. طيب أنا بسألكم سؤال، أريدكم تركزوا قبل ما تجاوبوا. سؤالنا سهل مو صعب. جاهزين؟ جاهزين. عمار جاهز؟ مرة جاهز فهد. أنا أيوة جاهز. شوفك سوتر. لا لا، سوالي مرة ثانية. جميل يا فهد يا عمار. السؤال يقول، ولاية تقع بين ولاية صلالة وولاية مرباط وهي ولاية ساحلية، هل هي ولاية سدح أم ولاية رخيوت أم ولاية طاقة؟ ركزوا. طاقة. طاقة. متأكدين؟ متأكد. متأكد 100%. أنت إيش رأيك؟ متأكد. إذا ما كانت ولاية طاقة؟ طاقة. متأكد مرة طاقة. شوف فهد متأكد. أنا متأكد خلاص. عايشين فيها صلالة. عايشين فيها. عايشين فيها بالفعل. الولاية الساحلية التي تقع بين ولاية صلالة وولاية طاقة هي ولاية صلالة ولاية مرباط هي ولاية طاقة. ألف ألف مبارك، فزتوا معنا بجائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 50 ريال عماني. ألف ألف مبارك. إيش اسمك أنت؟ أحمد. أحمد، كيف المهرجان معك؟ حلو. لعبت في الألعاب؟ أيوة. أنت يا أمورة إيش اسمك؟ سلمى. سلمى. سلمى، كيف المهرجان؟ حلو. حلو. أنت أحلى. طيب يعني اليوم المهرجان هو يعني مكان للزوار الفترة المسائية، هو المكان الأفضل للزوار الفترة المسائية، وحنا نتجول في المهرجان ولقطناكم صدناكم، وبنسألك سؤال نشوف الإجابة على هذا السؤال، وإن شاء الله إذا فزتوا معنا راح تربحوا جائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أبدأ السؤال. تفضل. جاهز؟ إن شاء الله. السؤال اللي يقول، سؤال سهل يمكن المدام تساعدك. من لها علاقة بالتدريس هتعرف. السؤال اللي يقول، من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها من الدقيق وتؤكل مع السمن البلدي، هل هي المعجين أم العصيدة أم القبولي؟ العصيدة. العصيدة. مدام ما شاء الله جاهزة. أنا قلت لك السؤال هذا خاص بالسيدات. هي لا في الطبيخ بقى والحاجات دي يعني. طيب أنت إيش رأيك في إجابتها؟ إيه ده؟ أنا واثقة، إيش رأيك في إجابتها؟ ما هي مدام جاوبت بقى، هي يبقى هي واثقة من إجابتها. كانت خطأ. مش مشكلة. خلاص مش مشكلة. نختار حاجة تانية. بالفعل الإجابة الصحيحة هي وجبة العصيدة، هي من الوجبات الشعبية العمانية التي تحضر من الدقيق وتؤكل مع السمن البلدي. ألف ألف مبارك، فزتوا معنا بجائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 50 ريال عماني. ألف ألف مبارك. شكر جدا لحضرتك. شكر. جولة سعيدة. إذن هكذا متابعينا وصلنا معكم إلى ختام فقرة اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بمشيئة الله في فقرة أخرى وضيوف آخرين. دمتم بخير، في أمان الله.